هذا مو بصوت كفته الا والله صوت كفته هما قال مشيت الا كفته كفته والله كفته كفته يا كفته تبغى تنقذ خويك اعمل بالأسباب واكسر الباب بسرعة من اللي سوى بك كذا يا كفتة ابو راشد وزوجته خطفوني وجابوني هنا ورفضوني ايش سويت لهم ما سويت لهم شيء طب ليش خطفوك شوف الرساله عامر تتوقع مين اللي كتب هذه الرساله اكيد شخص له علاقه بالشنطه يا أمي يا أمي يا أبوي أترك الشنطة دي امتحنتنا والله ما اتركها خالي قال لا تجي الا معك الشنطه ارجوك يا عمر اترك الشنطه خلينا نروح البيت لا يا شيخ الحين ارجوك ست تعرف تتكلم وانت بالاستراحه ما تعرف تقول كلمتين والله ما اروح لين ما اخذها يا عيال البومه تعض ايوه تجمع عادي لا